دونك السلام عليكم. اذا هذا الفيديو هذا خاص بالتلاميذ ديال الثالثه اعدادي مسلك دولي. اذا في هذا الفيديو غادي نتكلم شويه على الامتحان الجهوي، كيفاش غادي تدوز الامتحان الجهوي واشنو خصك دير باش تساعد لهذا الامتحان الجهوي. دونك العطل المرجعيه راه خرجوا، اذا دابا كنتكلم على التلاميذ ديال 2021. يعني الاطر المرجعيه راه خرجوا، يعني كاينين الدروس معروفين، الدروس اللي غادي يكونوا في الامتحان الجهوي وحددتهم الوزاره في الدرس الاول اللي هو لو سيستيم نيرفو بلي 4 بارتي. لا بروميير هي لا سونسيبيليتي كونسيونس، لا دوزيام هي لا موتريسيتي فولونتير، لا ترويزيام هي لا موتريسيتي ان فولونتير وبيا لي ريفلكس، ولا كاتريام هي لا بريزيرفاسيون دو سيستيم نيرفو ولا الحفاظ ولا الوقايه ولا الحمايه ديال لو سيستيم نيرفو. ثم الدرس الثاني هو لو سيستيم موسكولير بجميع المكونات ديالو. شفنا فيه تقريبا 3 ولا 4 ديال المحاور، لا ستركتور دو موسكل سكيليتيك، لا لي كاركتيرستيك دو موسكل خاصيات العضله، و لا ترويزيام هي لي موسكل انتاغونيست العضلات المتضاده انتاغونيست اللي كيخدموا في نفس لارتيكولاسيون ولكن كيخدموا باراليل. والمرحله الاخرى هي لا سيلول موسكولير اللي هي لا فيبر موسكولير، يعني داك لا ستركتور لا بلو بيتيت ستركتور ديال لو سيستيم موسكولير ولا ديال لو موسكل سكيليتيك اللي هي لا فيبر موسكولير اللي كتسمى الخليه العضليه. ثم لا رولاسيون سيستيم نيرفو سيستيم موسكولير، وهنا كتكلموا على لا بلاك موتريس، لا بلاك موتريس او لا الوحده المحركه، تما فين كاين العلاقه ما بين لو سيستيم نيرفو مع لو موسكل لورغان دو كوموند اي لورغان دو او لو سيستيم دو كوموند اللي هو لو سيستيم نيرفو اي لو سيستيم افيكتور اللي غيقوم بالفعل لا رياليزاسيون اللي هو لو سيستيم موسكولير. فهذيك المنطقه ديال التماس ما بيناتهم ديك لو كونتاكت كتسمى لا سينابس نورو موسكولير او لا لو سينابس نورو موسكولير او لا الوحده المحركه ولا لا بلاك موتريس. ثم لو سيستيم ايمونيتير، سيستيم ايمونيتير شفنا فيه لي ميكروب او ديبي، من لي ميكروب دزنا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي ميكروب لا كاركتيرستيك ديال لي ميكروب، بوي شفنا لا ديفونس ديال لو كور الدفاع ديال الجسم اللي هو لو سيستيم ايمونيتير، وبدينا بلي بارير ناتوريل. ثم لي ريبونس ايمونيتير ناتور ريبونس ايمونيتير الاولى اللي هي لا ريبونس ايمونيتير ناتوريل نون سبيسيفيك اللي هي لا فاغوسيتوز ولا لا رياكسيون انفلاماتوار، ou la deuxième barrière ou la hajis tania ou la deuxième réponse immunitaire, il y a les réponses immunitaires spécifiques ou bien les réponses immunitaires spécifiques à médiation humorale ou le khora spécifique à médiation cellulaire. Mais بعد كاين la coopération cellulaire, يعني التعاون ما بين les cellules immunitaires ou les خلايا المناعيه، والثانيه هي l'origine des les cellules immunitaires. من كيجيو دوك لي سيلول ايمونيتير؟ وشفنا كيجيو من الاموال الاوسوز، من بعد لي لامفوسيت بي كيخرجوا من لاموي الاوسوز ماتور، وبالنسبه لي لامفوسيت تي كيمشيو حتى لو تيموس عاد كيديروا لا ماتوراسيون. بالنسبه لا سيروثيرابي لا فاكسيناسيون لي في اش ولا لو سيدا هادو ما كاينينش في ليكزام ريجيونال. بالنسبه لا ستركتور ديال ليكزام ريجيونال هي لا ستركتور ديال الفروض ولا ديال لو كونترول ديال اس في تي، سي لا ميم شوز. يعني كتلقى دو بارتي، واحد لا بارتي ديال ريستيتيوسيون دي كونيسونس على 8 بوان، ولا دوزيام بارتي لا le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique à les 12 points. Mais la première partie de la restitution des connaissances est مجرد استرداد المعارف، يعني غادي نقول لك لي زيتاب ديال لا فاغوسيتوز هما هادي وهادي وهادي وهادي، واش فري ولا فو تختار. اذا كاين بزاف الانواع ديال لي كيسيون باش نشوفك واش حافظ ولا ما حافظش. بارونتيز يعني كنقول لك واش فري ولا فو، كنكتب لك واحد العباره انت غتكتب فيها فري ولا فو. هنا ممكن يزيد لك يقول لك كوريجي لي زينونسي فوس او لا صحح العبارات الخاطئه. كاين النوع الثاني ديال الاسئله اللي هو غولي بار دي فلاش، يعني كيعطيك ان جروب كيعطيك ان اوتر جروب كيقول لك غولي بار دي فلاش. بالنسبه لهادو خصك تكون عارف، والا ما كنتيش عارف غادي تبدا بالاسهل من السهل للصعب للاصعب، يعني داك اللي ما عرفتش خليها للاخر يبقاو لك جوج واختار. بالنسبه لي زوتر كيسيون كومبليتي لو تيكست بار لي مو كونفونابل، يعني غادي يعطيك واحد النص وغادي يعطيك كلمات فيها فراغات في الوسط ويقول لك كمل هاد الكلمات. الا بغى يساعدك يقدر يعطيك هاد الكلمات ولا يقدر ما يعطيهمش لك، يقول لك هاد الكلمات جيبهم من عندك. ثم كاين لي كيسيون اشوا مولتيبل كيعطيك واحد العباره كيقول لك اين وحده فيهم اللي صحيحه. الا بغى يساعدك غادي يقول لك راه وحده اللي صحيحه، الا بغى يعقد لك السؤال غيقول لك يقدر يكونوا جوج يقدر يكون ثلاثه يقدر يكون كلهم صحاح ولا كلهم غالطين.
هادشي بلا ريسيسيون دي كونيسونس غادي خصك تحفظ. دونك باش تحفظ كما قلت لكم راه عطيتكم فواحد لا فيديو كيفاش انك تحفظ بواحد الطريقه اللي هي فعاله اللي مازال ما تفرشيش في لا فيديو. و فاش كتكون كتجاوب واحد السؤال ما فهمتيش ما تنساش باللي واخا ما تكونش حافظ راك دوزتي واحد 10 ديال الحصص ديال اس في تي في القسم ولا ا ديستونس ولا تفرشي في واحد 20 فيديو راه عندك واحد لو باجاج عندك هنا غير هو خصك تعرف كيفاش توصل ليه. يعني خصك تكون ذكي وهنا غادي تحاول انك تذكر الاسئله ديال الامتحان والاجوبه واستغل الوقت اللي عطاك. الا عطاك ساعه ما تخرجش في نص ساعه ما تخرجش في 45 مينوت حتى تكمل الامتحان. كاين شي خروج في نص ساعه الامتحان كيتحط باش تدوز في ساعه خصك تدوز فيه ساعه. الا خرجتي قبل يعني راه ما غاديش تجيب نقطه كامله. بالنسبه لا دوزيام بارتي اللي هي لا ريستيتو لا ريزومون سيونتيفيك اي كومونيكاسيون اي كريتيك غرافيك هنا واحد لا بارتي اللي اي واحد ممكن يجاوب عليها واخا ما يكونش دوز الدرس ما تكونش قريت الدرس تقدر تكون جاوب تقدر تجاوب على هاد لا بارتي وكتكون عليها قلنا 12 نقطه. واخا قلت لك ما دوزتيش الدرس ابارامون كاينين شي اسئله تقدر تدوز فيهم دوزهم بلا درس وكاينين شي وحدين ضروري ما تعتمد على المعارف اللي قريتي في لا كلاس. هنا في لي كيسيون كاين اولا لا كومباريزون تحلل المقارنه غادي يعطيك دي دوني في دي دوكيومون دي ايفولوسيون في واحد مبيانات ولا دي غرافيك وغادي يقول لك اعطيني لا ليفولوسيون كومباري ليفولوسيون ديال لو فاكتور ا اي لو فاكتور بي. غادي يقول لك مثلا في لو بروميي كونتاك وفي لو دوزيام كونتاك كومباري ليفولوسيون ديال لا كونتيتي دي زونتيكور ولا لا كونتيتي دي لامفوسيت او لا كومباري لا ريبونس ايمونيتير ا اي بي ايتترا. ثم من بعد غادي يجي لا ديسكريبسيون ديكري لي ريزولطا تعطينا واحد لا ديسكريبسيون ديال هذوك لي ريزولطا. راه حطينا واحد الفار حقناه بواحد بيكا مثلا وحصلنا على الموت ديال الفار لا ديسكريبسيون ديال لي ريزولطا ابري لانجيكسيون دو بيكا جوبسيرف كو اون لا اون اوبتيان لو ريزولطا كي اي لا سوري اي مورت ولا لا سوري اي مور. دونك ومن بعد كيجي ليكسبليكاسيون ديال لي ريزولطا ولا التفسير ديال النتائج. يعني في التفسير ديال النتائج غادي تحاول تجاوب على لا كيسيون بوركوا علاش مات الفار علاش عندي اكتيفيتي في هاد لابارتي هادي ديال لو سيرفو علاش ما عنديش سونسيبيليتي علاش مشات لا موتريسيتي. ديما شفتي اكسبليكي حاول جبد لا كيسيون ديال بوركوا. اون فوا لقيتي لا كيسيون ديال بوركوا غادي يكون ساهل عليك انك تجاوب. وفي الجواب ديالك غادي تجاوب دي فراز كي سون سامبل لا سوري مور بوان ou là la j'observe qu'il y a une activité dans la zone devant le sillon de Rolando par exemple le système nerveux. Il y a des phrases les hommes simples qui sont trois parties les le sujet le verbe le complément. Ma tchaoul chenek taqad l omor bach tchaoul mathalan tbiyen ma'ara dial hit hana ra l warqa dialk ghadi tsahah men wahed l musahih yqdar ikon القانه ديالو تكون مزيانه يقدر يكون معصب يقدر يكون عنده بزاف ديال الوراق كاين بزاف ديال المتغيرات. دونك انت غتحاول لو بلو سامبل بوسيبل و الاسئله راه كيكونوا اسئله اللي هي واضحه كما قلت لكم. ما لقيتيش كومباري يقدر يقول لك كومباري بواحد الطريقه اخرى بواحد السؤال اخر. يعني انت غادي ما تقلبش على كومباري ما لقيتيش كومباري تقول اه ما لقيتش هذاك السؤال اللي بغيت. نو غادي تلقى كومباريزون بواحد تعبير اخر غادي تلقى ليكسبليكاسيون بواحد التعبير اخر. وكما قلت لك غادي تاخذ الوقت ديالك في الامتحان والطريقه ديال الاجوبه غتكون طريقه اللي هي بسيطه جدا دي فراز تري سامبل فيرب سوجي كومبليمون. وخصك تكون قاري خصك تكون قاري الدرس. بالنسبه للاسئله اللي كطرحوا ليا بزاف كتقولوا ليا شنو هما لي كيسيون اللي كتطرحوا بزاف هما هادو لي كيسيون. بالنسبه للتعاريف لي ديفينيسيون ممكن تحطوا تعاريف في لابارتي الاولى ديال 8 النقاط اللي هي لا ريستيتوسيون دي كونيسونس. ولكن بالنسبه للتعاريف راه ماشي بالضروره تحفظها باش تعقل عليها. ما تجيش نهار الامتحان تقول انا حفظ التعريف ديال لافاغوسيتوز وهما عطاوني التعريف ديال لي زونتيكور. غتحاول انك تعرف واحد الطريقه كيفاش كيتبنى التعريف. نعطيك مثال في الطرس ديال المناعه ليمونيتي الا قال لك التعريف ديال لي زونتيكور اول حاجه اشنا هي لونتيكور واش هي اون بيرسون واش هي ان ليو واش هي اون سيلول ايتترا. دونك لونتيكور سي اون موليكول اشنا هي لا ستركتور ديالها بروتيك يعني هي عباره عن بروتينات. دونك سي اون موليكول بروتيك en forme de شنو هي لا فورم اللي كاينه عند لونتيكور شفناها عندها لا فورم ديال ايغريك
Donc, c'est une molécule protéique en forme de Y, virgule. Adjectif d'une phrase simple, virgule. Je connais que ça ou les anticorps. Ils sont fabriqués par les lymphocytes B. Ou là, ils sont sécrétés par les lymphocytes B. Virgule. Achnahoua d'avoir dit les anticorps. Leur rôle, c'est neutraliser l'antigène. Neutraliser l'antigène et former le complexe EMA. Ou là, le complexe antigène-anticorps. Avec le complexe, les gens qui sont bien, après, quand j'ai les cellules phagocytaires ou les macrophages, ils vont aller le microbe. Une chose qui est très importante, c'est les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires, les cellules sanguines, les cellules dammoïennes, qui sont dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est ce qui est le cas de l'arabie, le cas de l'admi, le cas de l'aïdam, le cas de l'aïdam. كيجيو عندي كاين لي زيماسي كريات الدم الحمراء لي غلوبول روج هادو ما كيهموناش في ليمونيتي اللي كيهمنا هما لي غلوبول بلون ولي غلوبول بلون اي لي لامفوسيت بالنسبه لي غلوبول بلون اولا لوكوسيت فيهم بزاف ديال الانواع غتشوفوهم على شكل دي ماكروفاج دي سيلول فاغوسيتير ايتترا ايتترا الامتحان يقدر يكون يكتب لك لوكوسيت وكاينين لي لامفوسيت لامفوسيت بي ولامفوسيت تي بالنسبه لامفوسيت بي اون فوا activé, katatina 2, yani kaykon multiplication et différenciation. Multiplication yani sa 14, différenciation yani katfarq katazl. Katatina di lymphocyte B sécréteur d'anticorps, yani muntija li mutadat al-ajsam, dok li andhom la forme Y, ou kaytsmaw plasmocyte. Donc lymphocyte B plasmocyte. Ou kaynin li lymphocyte B mémoire, mémoire kaytkhaznou fi l'jism. Les organes immunitaires, parce qu'on connaît arfin les organes ou l'ADA, ben il a très nefs le microbe ou le nefs l'antigène une deuxième fois, qu'est-ce qu'on la réaction plus vite, qu'est-ce qu'on la quantité des anticorps produits, qu'est-ce qu'on plus grande, avec chaque âge qu'est-ce qu'on a de que les cellules lymphocytes B mémoire mukhazana. Phalat des la médiation cellulaire, on a les lymphocytes T, une fois activés, qu'est-ce qu'on a la multiplication de tauma, qu'est-ce qu'on a des lymphocytes T des lymphocytes T pro de non des lymphocytes tueurs tueurs يعني قاتلة وكيتسمو ايضا تي سي تقدر تلقاهم في الامتحان تي سي تي سي يعني لامفوسيست سيتوتوكسيك سيتوتوكسيك جات من توكسيك يعني سامه بوركوا حيت كتفرز واحد المواد سامه اللي بها كتقضي على ديك لا سيلول انفيكتي سوا بار ان فيروس سوا اون سيلول كانسيروز او الى جانب هاد لي سيلول لامفوسيست برودكت d'anticorps ou la cytotoxique, qu'il y a les lymphocytes mémoire, ça ou ma mémoire qui est très infligée. Ben j'ai l'être le nerf antigène une autre fois, qu'est-ce qu'on la réponse plus vite et plus efficace. Chez les réponses, les cellules, les questions que les quatre heures, on a molchas, à dire comme ça, bon molchas d'alcool. راه درت فيديو على ملخص ما دخلتش فيه لو سيستيم موسكولير نتوما مازال غندير لكم لو سيستيم موسكولير غادي تحاول انك تصاوب خطاطه تيكون عندك البلوك نوت ديالك بحال هكا وتصاوب ملخصات ديالك ملخص يكون على شكل خطاطه ولا على شكل نص داكشي اللي غتعقل عليه انت و فوالا اشنو اخر غادي تدرب غادي خصك تدرب يعني غادي خصك تدوش امتحان الجاويه السابقه راه كما قلت لكم راه الفيديو كاين غير هو وقع ليا فيه واحد المشكل واضطريت انني نعاودو راه غادي يكون مواجد من هنا واحد ساعتين ولا هكاك شنو اخر وامتحان امتحان عادي تحاولوا تجاوبوا بشويه عليكم ما فهمتش شي حاجه سول لقيت شي مشكل استاذ ما فهمتش هادي واش ممكن تعيطوا لي على الاستاذ المشرف يشرح لك واحد شي حاجه ما فهمتيهاش ولا شي حاجه ما واضحهاش في الامتحان مشي وضحها لك يقدر يكون خطا ديما الا لقيتي خطا في الامتحان راه يقدر يكون خطا استفسر ماشي تقول خطا نور انا اللي غلط نو تقدر تكون انت غلط شي يقدر يكون خطا في الامتحان وتكون انت هو اللي اكتشفتي وهادشي راه كنشوفوه ديما كنلقاو كلام هما اللي كيكتشفوا اخطاء من عاد كيتحط الامتحان عاد كيلقاو اخطاء وانا كنضطروا اننا ندور على المؤسسات كاملين ونقول لهم هذاك الخطا باش غتبدلها اش باش غتبدلو ولا غنحيدو ديك لا كيسيون فوالا شنو اخر فوالا هادشي اللي جا في بالي في هاد لا فيديو هادي دونك غادي تشوفوا هاد لا فيديو دوزو تشوفوا لي فيديو الاخرين وكما قلت لكم وقت ما كانت واجده لا فيديو ديال لي زيكزام راه غادي نحطها لكم في لاشين دونك جو فو ريميرسي جو فو سويت بون كوراج وحنا معكم غادي نبقى معكم حتى الامتحان لو 18 ان شاء الله ميرسي